شهر شهرين، واليوم الثالث، واليوم ما شاء الله فوليوم شغل كبير، وقلنا ان شاء الله الثالثه ثابته. هو الرقم بالضبط هنا يقرا هو ده، هذا القاع اللي في 2012 هذا يقرا الادنى 13.94. وزين اليوم قفل فوقه، هذه القناة الصاعدة، وهذه الأهداف المتوقعة والمرحلة المتوقعة في الفترة القادمة، والخطوط اللي باللون الأسود داخل المنطقة دي اللي من مستويات 21 30 و19 86 هلل، هي أهداف القناة وأهداف. لاحظوا القاع اللي فوق دافين هنا جاي، لذلك خليت الخطوط العريضة الرئيسية خليتها عريضة مرة باللون الأسود العريض، وهذه المطبات اللي داخل هذه المرحلة كل أرقامها موجودة على اليمين، تبدأ من 15-16 16-89 17-45 17-42 19-86 21-30. هذا المتوقع لزين استراتيجيا في الفترة القادمة طالما إنه هو داخل هذه القناة الصاعدة. طبعا زين يعتبر هو في محور مقاومة الآن، ليه؟ شوفوا هذا الخط، لذلك لعبة زين دائما فوق 14 ريال هي لعبة جميلة، ممكن نشوف فيها يعني تسارع في الأيام القادمة، ممكن يضرب مقاومة يرجع يختبر الدعم، يعني أنا أتوقع حصير المضاربات قوية في زين في الفترة الجاية إذا ربي كتب له طبعا يقفل إغلاقات، يعني بما أنه قفل الأسبوع فوق الخط بشوية إن شاء الله على الشهري يأكدها، وصراحة شارته جميل وحلو ويبشر بالخير. الملاحظة الثانية والحلوة في الموضوع إنه نشوف كأنه عندنا كوب وعروة كبيرة شوية، كيف بدي أرسمها؟ بأدور كده شيء أرسم فيه كوب وعروة ماني محصل، لكن خليني أعطيكم الفكرة بالطريقة هذه. لو جينا أخذنا الخط هذا وسحبناه لهنا، وبعدين جينا أخذنا خط ثاني، خلينا نوضحه. السؤال وجينا أخذنا واحد ثاني وديناه هنا، وجينا أخذنا واحد ثالث نزلناه هنا، وجينا أخذنا خط رابع وطلعناه هنا. خلينا نعتبر إنه هذا الدبليو الكوب، ونيجي ناخذ خط هنا وننزله هنا، ونيجي ناخذ خط من هنا ونوديه كده. إن شاء الله
أكيد. لا كده ما هو ما بان الكوب، هذا الهدف دحين هناك. المفروض نودي هذا هنا. بس. ومن هنا لهنا شايفين النموذج، وهذا قاع وهذا قاع، وهذه قمة، وهذا قاع وهذه قمة، وهذا قاع أعلى من قاع. فين متوقع تكون القمة؟ تكون القمة هنا. ايش رايكم في السلطنه دي؟ في حاجه كمان مره خطيره في الموضوع. اساسا السهم تاريخيا منذ الادراج اقتحم ترند هابط رئيسي في عام 2019. هذا الترند الهابط اقتحمه هنا واختبره هنا، فصار قاع اعلى من قاع، يعني حتما لازم تكون القمة الجاية اعلى من دي. ان شاء الله تكون هنا، والتاريخ يعيد نفسه. خلينا نعتبر انه من 14 وتحت مرحلة، ومن 14 وفوق إلى قريب 21 مرحلة. فنحن بمجرد ندخل فوق ال 14 يعني دخلنا في المرحلة التاريخية هذه. وأساسا تعيدها منطقة القناة الفرعية هذه. وهذه نسب الفيب. وطبعا اليوم أنا قلت للإخوان انه ممكن تكون اهدافه لحدود للقنوعين قريبة 18.5، لانها تمثل ال 161 فيه. يعني لو راح بشكل سريع ممكن يوصل هنا وبعدين يريح ويرجع يكون قاع اعلى من قاع. طيب اللي حيشجعنا في فبراير على انه السهم يستعجل في الصعود، نلاحظ انه القناه دي مقسمه الى قسمين الصغيره دي، خلاص هذه مفروض نحذفها الان لاني وضحت لكم فكرتها الزجزاج ده عشان لا يشوه لنا المنظر. خلينا نمسح نلاحظ القناة الصغيرة دي الفرعية دي في خط في النص، هذا هو كده نوضحه زي الخط المنقط. هذا الخط المنقط منتصف القناة مقاومته هي القمة اللي سجلها أيام الأحقية، ومن الأحقية وارتفع السهم وسجل الأعلى 15.20،
وهذه ال 15 20 تتوافق مع الدعوم حقه الخطوط العرضيه اللي راسمها انا حسب الحركه التاريخيه. فلو طلع زين فوق ال 14، فين اهم مقاومات حتقابلنا هنا ما بين ال 15 16 الى 15 20، قول 15 20 يعني ريال و20 هلل من فوق ال 14. هذه لو اخترقها نعتبر كانه اخترق سقف القناه اللي في النص، وهنا نقدر بالنسبه للقنوات نعتبر نفسنا دخلنا المرحله الثانيه. يعني اللي يبغى مقاومه لزين رئيسيه حتكون هنا، واختراقها شمن كحلي هيدخله في الشق العلوي من القناة الصاعدة. وصلى الله وبارك. أكثر من كده إيش نبغى نقول؟ ما في. دائما لاحظوا ما في إغلاقات تحت ال 13 39 13 40، علما إنه السهم أحيانا بيشطح تحتها، بس دائما هذا دعم الفيبو الأول. ال 11.34 ال 12.34 هذا هي دعم النسبة الذهبية، وال 11.61 هو دعم ال 50 فيه. واللي يبغى يا جماعة يكون استراتيجي مع زين، ما عنده خروج إلا بكسر الترند الاستراتيجي طبعا. إذا نزل زين كسر الترين ده هنا يعطيله خروج، وهذه المنطقة بعيدة والله زي ما انتم شايفين أبعادها صارت 11.60. و12 ريال تقريبا، لكن احنا ما لنا متشائمين انه زين ينزل، لأنه زين قلنا بعد ما خفض رأس المال وثارت الاكتتاب وتمسحت الدفاتر، شوفوا أداءه من 4 شهور أداء تجميعي وليس أداء ضعيف. دائما في سحب كميات كبيرة في هذا المحور، يعني هو قاعد يستعد للدخول في مرحلة جديدة في المنطقة دي. الله يكتب اللي فيه الخير. يعني أبو محمود يوم يجيب ال 14 يثبت